الفنانه الجميله نرمين الفقي، انا مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده في برنامج اون سيت. انا كمان مبسوطه جدا. النهارده احنا موجودين معاكي في كواليس مسلسل ظل راجل، وده اول مسلسل في رمضان ترجعي له بعد 6 سنين من بعد جبل الحلال. الحمد لله اخيرا. وهتبقى مفاجاه حلوه قوي، هو اكشلي مش اول مسلسل، هيبقى فيه مسلسلين باذن الله، 2 في نفس السيزون في رمضان ان شاء الله. مسلسل كمان النمر مع محمد امام. طبعا. ولقوا مجموعه كبيره جدا برضو من الفنانين والنجوم، وهنا طبعا مع ياسر مجموعة هايلة وتجنن. يعني عارفة لما مثلا هتنزلي خبر انا بكتب ايه؟ مش كلاكيت. تكتبي كلاكيت اول مرة كلاكيت تاني مرة، لا انا كلاكيت اول مرة للاتنين فعلا. عشان اتنين غاليين على قلبي جدا. ايوة طبعا طبعا. طب احكي لي كده شوية عن مسلسل ظل راجل، الكاركتر مختلفة عن ادوار عملتيها قبل كده، وايه اللي شجعك ان انت زي ما انت بتقولي بقالك 6 سنين مش في رمضان وفجأة مسلسلين، فايه اللي شدك فيهم؟ المسلسلين دول زغزغوني فعلا. زغزغوني بجد. ازاي بقى؟ لا ايه اللي مختلف فيهم؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده وتقولي انا هنزل الاثنين دول بقى؟ بصي انا كنت برضو مرشحه في عمل واعتذرت عنه، وكان عمل رمضاني واكيد مع ناس قويه جدا وفنانين هايلين يعني، بس العملين دول بالاخص حسيت ان دوري مش بس سبوت، دوري ما عملتوش، وانا هيبقى بيني وبينك الفيصل باذن الله يا رب ان شاء الله بعد عرض المسلسل، ومش هقولك مثلا من الحلقة 30 او 31، لا هقولك كفاية انك تبتدي تتفرجي من اول الحلقة 4-5 من المسلسل ده والمسلسل ده، هيشدنا جدا كومبليتلي تماما تماما. اختلاف هنا وجع قلب واعصاب في 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 حاجات كتير مش عايزة احكي ولا احرق. وتقريبا انا طالعه من غير ميك اب، مش عايزه اقول ان انا اكاد اكون من غير ميك اب خالص، ولا رموش ولا حواجب ولا الميك اب ده كله عشان احنا يعني النهاردة. حتى ساعات الماكيور يقول لي طب من فضلك يا استاذه زبده كاكاو، وانا داخله ومسحاها فعلا مش قادره. مش عايزه تبقي طبيعيه 100%، وانت حاسه ان الشخصيه دي مش المفروض ان هي تكون تتجمل باي طريقه اطلاقا، عشان توصل للناس صح عايزه تطلعي بالشكل المظبوط للدور. بالظبط. انا عملت ميك اب وعامله شعر علشان طبعا ان انا بصور معاكم، لكن هو الواقع او الحقيقه انا تقريبا متخليه عن ده تماما. دوري بقى في النمر مختلف، يعني انا هنا زي ما انا قلت لك ما عملتوش في حياتي، ودي احلى حاجه انك تعملي حاجه جديده ومختلفه. لا بجد بجد تماما. هناك برضو حاجه بقى اللي هو احنا كنا قاعدين، معقوله نرمين هتعملي الدور ده ازاي يعني؟ ونقول له انا نفسي مش عارفه اعمل الدور ده ازاي. بس هعمله. وبعدين معانا بقى ايه مدام شيرين عادل المخرجه، ست لطيفه جدا، فتقوم بصالي كده وضحكه وتعمل كده، اقول لها طب ايه؟ قالت لي لا ان شاء الله ان شاء الله يا نرمين، بس احنا كلنا عارفه حاجه اوت اوف ذا بوكس كده، انت خارج الصندوق تماما. يعني انا هديكي نبذه ان هي معلمه في الصاغه مع نرمين الفقي، معلمه جديده خالص وغنيه جدا، وتخليت يعني اي حد ممكن مثلا يتجه لدور في الصاغه، والست برضو اللي هي اللي هي تبقى الذهب. أيوة. ممكن تبقى لابسه البناطيل اللي عليها بلوفر بحزام مثلا بتاع، انا تخليت عن كل ده تماما خالص، لابسه الواسع. شوفي هو انا في المسلسلين دول انت ساعات بيبقى عندك ممكن تلعبي على كل حاجه، انا ما لعبتش غير ان انا اكون فنانه فقط، خلعت اي رداء للانوثه او للفام يعني او الكلام من ده او الليدي عامه، مع ان انا كان متاح ان انا ممكن العب على الحته دي. صح. انك على الاقل تبقي يعني انت عارفه ساعات ممكن تاخدي دول بطريقه لطيفه. صح. لا انا تخليت عن ده، عايزه نطلع الشخصيه بس، عايزه اطلع الشخصيه ومش مركزه غير في الشخصيه فقط، سواء هنا سواء هنا. متخليه تماما عن اي حاجه، بس ما ينفعش تكون قاعدين مع بعض ما نجيبش سيره بقى مسلسل لؤلؤ. أيوة. لؤلؤ اللي كسر الدنيا. الحمد يعني لله بجد عامل عدد مشاهدات رهيبه فعلا. بس كلها كانت مركزه ومتابعاه، فعايزه اعرف سسبنس. أيوة. مين اللي قتل كده النساء اللي ما بين اتنين، التوقيعات اللي بتحصل، وده على فكره واقع جدا. ده واقع جدا يعني، التوقيعات دي كانت ده على طول احنا بنشوفها مع الاسف. بالظبط. انت ممكن يبقى معاكي حد، حتى انت ممكن وانت متضايقه تقولي كلمتين، لكن تلاقي على طول رولولولولول العصفوره او رويتر، هم ما بيحسنوش العلاقه، بالعكس ده من جواهم هم ناس تعبانه او ناس فاضيه او ناس
كارهين الخير لبعض وكلام من ده، فده بيبقى موجود. فالناس كانت دايما ابدا انتوا هتحبوا بعض تاني، هتبقى علاقتكم ببعض كويسه. فهو الحقيقه هما الاثنين شخصيات كويسه ناجحين، بس اللي حصل التوتر بتاع القيل والقال وكلام من ده هو اللي بيبوظ الدنيا. فدي برضو انا شايفه ان احنا ليها معلومه للمشاهد، بان احنا اي حد فينا لما حد يجي يقول له اي كلمه مش لازم ياخدها هي فور جرانتد واجري هي، طب هو ده الموضوع؟ لا،